تشرق الشمس نهار. منتابع نحن وياكم, وبهالفقرة بتنضم لنا بيرلا تيريزا مسيح من العمل الرعوي الجامعي. جاي عيد العنصرة وأكيد منظمين شي خاص بهذه المناسبة, بدنا نعرف التفاصيل منك بيرلا. منرحب فيك. بونجور. يا هلا. وي بخصوص الإيفان تبعولنا سهرة رح يلعملنا جديد. هلا نحن كل فترة بالباستورال خلال السنة بنكون عم نعمل سهرة روحية حسب العيد اللي بهالفترة, وهلا بما انه جاي عيد العنصرة عنا سهرة, او بالاحرى نحن عم نسميها خلوة لانه شوي اطول من السهرة الروحية عن العنصرة, وحنكون عم نشوف كيف روح القدس بيشتغل فينا, خصوصا لانه بالعنصرة حل الروح القدس على التلاميذ. دونك رح نشوف نحن كيف عم يشتغل فينا, ان كان نحن بيرسونال ما, وان كان بال مع العالم حوالينا بالباستورال او بعلاقاتنا الاجتماعية, ونشوف نحن كيف عم نترك له مجال للروح القدس انه يكون عم يشتغل فينا ويكون عم يملينا. يعني اليوم بالعمل الرعوي الجامعي بنعرف من جامعات عديدة بتكونوا انتو شبيبة من كل الثقافات, من كل البيئات المختلفة, حاضرين وموجودين مع بعضكم بعمل رعوي بيجمعكم. قد هيدي الشغلة بتسهل عليكم التواصل وبتكونوا منفتحين على كل الأشخاص اللي ما بيشبهونا؟ بنعرف قد الناس مريت منقول بدنا إياهن مثلنا. اليوم هذا الاختلاف مزبوط, خصوصا أنه نحن لأنه بكل تقريبا بأغلبية الجامعات هلأ بلبنان, يعني إن كان من صيدا, من جبال, من بيروت, من عمشيت, من كل المناطق, يعني حتى من طرابلس, هيدا الشيء كتير بيساعدنا أنه نكون عم نشوف كتير عالم ديفيرانت عنا, من تفكيرنا, من كل هالقصص, وفي شيء مثل واحد عم يجمعنا يلي هو الله. فهيدا الشيء كتير حلو بالفاستورال أنه نجي هيك من كل مناطق ومن كل التفكير ومن كل يعني الخلفيات, نعم, والثقافات, وكل شيء هيك كلنا عنا اسبري واحد, والاجواء هيك دائما, يعني حتى نتعرف ايام مع عالم نكون بايفنت تعرفنا عليهم بنفس النهار, بنحس انه صرنا رفقه معهم, يعني من نفس بهيدا السهره, يعني هي ساعه او ساعتين او الايفنت اذا كان في ويك اند او جورني او اللي هي. فهذا الشيء اللي كثير بيميزنا بالباستورال. عاده بيكون عندكم مخيمات خاصه فيكم, مخيم العمل الرعوي الجامعي, هيدا بفتره الصيف بفتره الفرصه, او بيكون في كمان اوقات خاصه؟ وي هلا في عنا, بيكون في عنا اول شيء ويك اند عام, اوكي, وفي ويك اند كمان بيكون عام سوسيال, اوكي, كل واحد مثل عنده الاوبجكتيف تبعوله, وفي مخيم صيفي كمان بيكون بالصيفيه, هلا هالسنه هو من 12 ل يعني من 12 ل 20 اوت, والباقي 12 ل 20 اب, مزبوط, اوكي, وبيكون كمان عنا مثل ما قلت لك الويك اندز, وفي كمان كل جامعه خاصه بيكونوا كمان عم يعملوا نشاطاتهم, يعني بيكونوا يمكن عم يعملوا الويك اندز تبعولهم او الجورني تبعولهم, بس تبع العام هن معروفين, يعني بيكون في تو ويك اندز والمخيم خلال السنه اكيد, وكل سنه بيكونوا عم يرجعوا يعملوا. وهل السهره الروحيه بعيد العنصره وين رح بتكون؟ تفاصيلها لكل الاشخاص, في حدا ينضم لكم؟ وي اكيد, هو يعني مفتوحة لكل طلاب الجامعات وكل يعني الشباب والصبايا يلي بالجامعة, ومش ضروري حدا يكون ديجا بالباستورال, وحتى إذا حدا ما في باستورال بجامعته أو ما بيعرف الباستورال بجامعته في يجي ويكون عم ينضم معنا, وبركي شوي شوي هو يكون عم يأسس الباستورال بجامعته. هيك بتبلش, يعني هيدي النواة اللي ممكن تخلق بالجامعات بهذا الشكل, من مجرد يكونوا حضروا معكم باجتماعاتكم لقاءاتكم ونقلوها لغير محل. مزبوط, يعني هي هيك بتبلش, يمكن بيجي حدا, يمكن بيعرف رفقه مع حدا, خي حدا, يمكن هيك سمع فينا, ان كان يمكن على تي في, على فلاير, على انستا, وشوي شوي بيصير بيشوف حبيت هيك, بيجي مره, هي هيك بتسقب, يعني حتى انا هيك بلشت, يعني جيت مره كانوا عاملين قدام الجامعه تبعي, شفت انه في حلو باستورال, وهيك حدا شجعني روح رحت, بلشنا وصرنا شوي شوي نحن عم نكون نحن عم بزيد عددكم, ونحن صرنا عم نكون المسؤولين بالعمل الرعوي الجامعي, نشجع غيرنا يكون موجود. وين رح بتصير هالسهرة وأي وقت وأي ساعة؟ حتكون بدار شرفي بدرعون الساعة 6, وفي بيوس أي يوم؟ ترانسبور الخميس, هيدا الخميس 25 الشهر, أوكي, 25 أيار بدار الشرفي, وي أي ساعة؟ الساعة 6, 6 المساء.
يعني اليوم هيك في إمكانية للأشخاص يكونوا عم بيسهلوا تنقلاتهم، يعني مأمنين الباصات، في جوجل فورم مبعوث كمان على انستا، فيهم يكونوا عم يشوفوه على البايو على انستا، بيكونوا عم بيعبوا الجوجل فورم وبيحطوا هن وين بدهم يكونوا عم يلاقونا، ومنكون عم نأمن ترانسبار. وحتى إذا كان مطرح مش محطوط، يعني مثل مثلا الباستورال بصيدا ما في ترانسبار معين لصيدا، بس لأنه في عدد وفي عالم بدها تجي، دونك أمننا يكون في ترانسبار من صيدا ل احنا بدنا نتمنى لكم كل التوفيق وعن سارة مباركة، ويكون الروح القدس هو الدليل اليوم لكل إنسان منا تعرف يمشي بدرب النور. أنا بدي أشكرك بيرلا تيريزا مسيح من العمل الرعوي الجامعي على حضورك، واتمنى لكم كل التوفيق بنشاطاتكم. شكرا مرسي. من جديد لحضورك. فاصل أخير أحبائنا ومنتبه نحن وياكم مع اختصاصية التغذية ماري تيريز عيقة، تنحكي اليوم عن عملية الهضم ومدى سرعتها، قديش بتضمن صحة وطاقة ورشاقة أكتر. فاصل ومنتبع.